مرحبا عشاق وادي الذئاب، معكم نهلة في فيديو جديد حول خمس شخصيات كادت أن تدمر مسلسل وادي الذئاب. أتمنى أن تتفاعلوا مع الفيديوهات حتى أستمر بالنشر المزيد، وإن شاء الله سيبدأ وادي الذئاب هذا الموسم. للتذكير، وادي الذئاب الموسم العاشر كان ناجح لكن ليس بالمستوى المطلوب كما المواسم السابقة، وهذه الشخصيات في نظري لم تكن في المستوى الذي كنا نتطلع له. نبدأ بشخصية أوكتاي. تخيلوا معي لو غيرنا شخصية أوكتاي بشخصية رجل الأمن القومي الشبيه بعبد الحي جوبان، كان سيبدع أكثر وسيحبه المتابعين لأنه سيذكرنا بأمجاد عبد الحي وميمات. وأيضا شخصية صبري ثقيلة ولم تعطي أي زيادة للمسلسل، وأيضا شخصية عطراء حبيبة يوسف هي أيضا لم تعطي أي إضافة للمسلسل، كل مشاهدها ثقيلة. وصراحة كنت أقوم بتفويت المشاهد التي تتواجد فيها عطراء مع يوسف لأنني لم أستحملها. وأيضا مريم صديقة وشريكة زينب التي خانتها في الأخير، تخيلوا معي لو كانت الممثلة سينام بدل مريم كانت ستكون أقوى ثنائي هي وزينب ويعطون إضافة قوية للمسلسل. نأتي إلى سلجوقة، رغم أهمية الدور الذي أعطي لها إلا أنها كانت ثقيلة، وهذا الدور كان يصلح للرجل مثل خال زازا. بتحبني؟ من هلأ ورايح رح أحبك كتير. وفي الأخير الكل يشارك في التعليقات، وقل لنا ما هي الشخصية التي كنت تحلم لرؤيتها بدل هذه الشخصيات، ولا تنسوا الضغط على لايك حتى أعرف هل تعجبكم فيديوهاتي. Akşam aksiyon var. Kurtlar Vadisi Vatan filminin galasına gidiyoruz. Yakın takipte kalın.